لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد هذا الفاصل. أهلا بكم. البداية من مقال الكاتب قاسم حسين صالح في صحيفة المدى بعنوان الفضائح الأخلاقية نتائج والأسباب باقية، حيث يقول: بثت فضائيات وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بمنشورات تصدرها عنوان فضائح تضرب المؤسسات الأمنية والعسكرية وحتى التعليمية في العراق خلال عام 2024. بدأت بفضيحة عميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة، تلتها مباشرة فضيحة شبكة ابتزاز يقودها مسؤولون أمنيون وعسكريون برتب كبيرة. وقد عزى محللون سياسيون سبب ذلك إلى فشل العملية السياسية في العراق. يضيف الكاتب: طالما حذرنا أن المجتمع العراقي ستحل به كارثة أخلاقية ما لم تتخذ إجراءات حقيقية في مواجهة الفساد. يقول الكاتب أيضا: قادة العملية السياسية كعادتهم يتجاهلون لأنهم لا يهتمون بما يكتبه علماء النفس والاجتماع، ولأن أحزاب السلطة انشغلت بمصالحها وتأمين بقائها في السلطة. تتحدد أهم أسباب انهيار المنظومة القيمية في المجتمع العراقي بعد 2003 بالآتي: الأول، الفساد. يعترف الجميع بشيوع الفساد في العراق، بمن فيهم المرجعية التي وصفت كبار الحكام بأنهم حيتان الفساد، فيما اعترف السيد نور المالكي بأنه لديه ملفات للفساد لو كشفها لانقلب عاليها سافلها، وما كشفها ليحمي فاسدين كبارا في حزبه، ليصبح العراق ثاني أفسد دولة في العالم وأولها في حجم الأموال المسروقة باعتراف خبراء عالميين. ثانيا، الفقر. يعد العراق البلد الأغنى في المنطقة وأحد أغنى 10 بلدان في العالم، ومع ذلك بلغ عدد من هم دون خط الفقر فيه أكثر من 13 مليونا في سابقة ما حدثت بتاريخ العراق السياسي. وما حصل يثبت صحة نظريتنا، ولأن الفاسدين الذين فقدوا الضمير الأخلاقي والديني ما زالوا يحتلون المراكز العليا في الدولة، فإن الفضائح الأخلاقية ستكون ظاهرة عادية في كل مؤسسات الدولة ما دامت وصلت إلى من كانت أرقى مؤسسات القيم في الدولة العراقية: الجامعات والمؤسسات العسكرية والأمنية. وما دام الفاسدون الفاقدون للقيم والأخلاق هم المستفردون بالسلطة والثروة لقانون اجتماعي هو يتولى بقاء نتائج الظاهرة الاجتماعية ما دام السبب باقياً. ومن صحيفة الاندبندنت العربية نقرأ مقالة للكاتب رفيق خوري بعنوان لبنان والعراق خلل التوازن وصفة لانعدام الوزن الوطني. يقول الكاتب: إن الطاغي في البلدين هو قادة الميليشيات المسلحة والأحزاب المذهبية المرتبطة بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. يضيف الكاتب: أصبح الانقسام الوطني والسياسي عميقا وحادا ومخيفا، فالخلافات تبدأ من رؤية المخاطر وتشخيص أسبابها ولا تنتهي بالتعامل مع الفرص المفتوحة لتفادي المخاطر والتوجه نحو تسوية الأزمات. يضيف الكاتب أيضا أن في بدايات الغزو الأمريكي لبلاد الرافدين برزت تحذيرات من لبنانة العراق، وفي سنوات الوصاية السورية على بلاد الأرز ترددت تخوفات من عرقنة لبنان وسط السعي إلى الثورنة. اليوم يعاني لبنان والعراق من بين أمور عدة: أزمتين بنيويتين هما وجهان لعملة واحدة، ثقل النفوذ الإيراني وسط انحسار الدور الأمريكي وتباطؤ الدور العربي، وجشع التغول الداخلي إلى المال والسلطة بحماية السلاح الذي تقدمه طهران. والنتيجة المباشرة هي اتساع خلل كبير في التوازن السياسي بين الطوائف والتيارات. الصورة في العراق كما رآها متخصص العلوم السياسية في جامعة بغداد ياسين البكري هي خلل التوازن الفعلي للقوى السياسية الذي سببه عدم تطبيق الفيدرالية إلا في كردستان، وعدم التوازن جعل الطرف الأقوى سلطويا وماليا وفي التسلح
يذهب في اتجاه إفراغ فكرة التوافق والفيدرالية من محتواها والاتجاه نحو مركزة السلطة وخطاب الغالبية. هذا هو نفسه ما يضرب لبنان إلى جانب تنويعات في ممارسة الخلل. وإذا جرى استخدام القضاء لتجريد رئيس المجلس النيابي في العراق وهو ممثل السنة من الرئاسة والعضوية، ثم حالة المماطلة دون انتخاب رئيس بديل، فإن التغييب في لبنان شمل رأس الدولة، رأس الجمهورية الماروني، والمسألة ليست مجرد إبقاء مراكز مخصصة للمسيحيين والسنة والدروز فارغة، بل هي فوق ذلك إفراغ المشاركة الوطنية من جوهرها. من موقع شفق نيوز نقرأ تقريرا بعنوان السرطان يتجول هنا، سموم النفط تفتك بسكان الذهب الأسود. يذكر التقرير إصابات وأمراض سرطانية تفتك بالمدنيين هنا في كركوك. الاتهامات تتجه صوب الشركات النفطية بصورة رئيسة، إذ وصلت نسبة التلوث هنا إلى ما لا يعقل، في وقت تشير مصادر بيئية إلى أن الشركات النفطية تقف في الصف الأول من مسببات الإصابة بمرض السرطان، فيما تلقي الجهات الصحية باللوم على الأطعمة المستوردة والمواد الحافظة التي تساهم بصورة كبيرة في رفع مستويات الإصابة بهذا المرض. يشهد المستشفى الواقع شمال كركوك توافدا من المحافظات المجاورة صلاح الدين وديالة، كون المستشفى يقدم خدمات علاجية كبيرة ومجانية للمصابين بمرض السرطان الذي بدأ يتفشى بشكل كبير وسريع خلال السنوات الماضية بحسب مختصين ومراقبين في العراق عامة وكركوك خاصة، وسط غلاء الأسعار الخاصة بالتداوي. وكالة شفق نيوز التقت أسامة عبد الرحيم أحد المصابين بالسرطان الذي أكد أنه مصاب منذ سنوات، وأن سعر العلاج للإبرة الواحدة يتراوح بين 200 إلى 500 دولار أمريكي، وفي بعض الأحيان يصل سعر بعض العلاجات إلى 3000 دولار، وهذا السعر لوجبة علاج واحدة. محافظة كركوك ولوجود الصناعات النفطية والإنتاج زاد مصدر التلوث فيها، مما ساهم في زيادة الإصابات بين المواطنين، ففي هذا العام فقط تم تسجيل 1000 إصابة بالسرطان، وسط قلة الأدوية التي يتم صرفها في علاج المصابين من قبل الحكومة الاتحادية. وتشير إحصاءات قامت بها منظمات صحية إنسانية ناشطة في دعم معالجة الأمراض السرطانية في كركوك إلى أن الإصابات ارتفعت في المحافظة خلال السنوات الخمس الماضية لتسجل أكثر من 9000 حالة للمرض. نشرت صحيفة أوبزيرفر تقريرا لجيسون بيرك قال فيه إن المزاج العام بين الفلسطينيين وسكان العالم العربي وإسرائيل هو أنه لا يكون هناك يوم تال للحرب الجارية في غزة. يعلق بيرك أن هناك نوعا من الشعور في الشرق الأوسط بالواقع المؤلم، وهو أن الحرب التي اندلعت لن تنتهي بنهاية واضحة لحرب قتل فيها 32,000 فلسطيني وأكثر من 1,200 إسرائيلي، فالتحرك لوقف إطلاق النار قد يقود لفترة هدوء مؤقتة قبل أن تبدأ جولة عنف أخرى وأزمة إنسانية في غزة، وإن كانت على وتيرة منخفضة ومواجهة ستستمر لسنوات أخرى. أخبر نتنياهو المفاوضين أنه لن يوافق إلا على هدنة مدتها 6 أسابيع، وأكد أن حماس لن تهزم إلا بضرب رفح التي لجأ إليها أكثر من 1,000,000 شخص من أجل تدمير ما يقول إنها آخر الكتائب المتبقية لحماس وللعثور على قادتها. ويخشى الكثيرون أن هذه لن تكون النهاية. وتقول نعومي نيومان الباحثة الزائرة في معهد واشنطن التي عملت سابقا في وحدة بحث بجهاز المخابرات الإسرائيلي شينبيت، آمل أننا لن نواجه هجمات شرسة أو أنها قصة دون نهاية. ولا تتوقع منظمات الإغاثة عودة للحالة الطبيعية وتوزيع المساعدات، ولن يكون هناك أي بدء لعملية إعادة الإعمار بشكل مباشر
لكن وقف للتدمير والهدم المنظم للمدن. ويرى مراقبون أن الحديث عن اليوم التالي وما يجب أن يحدث بعد توقف الحرب هو سوريالي، كما علق مسؤول مخضرم مقيم في واشنطن، وهو يقوم على افتراضات بأن هذه الأمور ستنتهي قريباً، وأخشى أن هذا سيستمر لوقت طويل. نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريراً قالت فيه إن غزة التي لا تزيد مساحتها عن 140 ميلاً تحولت إلى مقبرة خشنة، وفي كل مبنى أو بناية هناك بشر مدفونون تحتها. تقول الصحيفة أيضاً إن آخر رقم قدمته وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن المفقودين كان 7000 شخص، إلا أن الرقم لم يحدث منذ تشرين الثاني نوفمبر. وتقول الوزارة ومسؤولو الإغاثة إن أعداداً أخرى أضيفت إلى الرقم في الأسابيع والأشهر التي تلت. تم دفن البعض بسرعة دون تسجيل أسمائهم في عداد الموتى، فيما تركت الجثث الأخرى لتتحلل في العراء نظراً لعدم الوصول إليها بسبب خطورة الأوضاع. وهناك من اختفوا وسط الفوضى والقتال والاعتقال الإسرائيلي، أما البقية فيحتمل أنهم لا يزالون عالقين تحت الأنقاض، ويشكل المدفونون تحت الأنقاض حصيلة ظل في غزة ونجمة رمادية في أرقام وزارة الصحة التي سجلت الحصيلة بأكثر من 31,000 شهيد، ويظلون جرحاً مفتوحاً لعائلاتهم التي تنتظر معجزة للعثور عليهم. وقد قبلت معظم العائلات بأن المفقودين هم ميتون، ومن غير الواضح إن كانت التقديرات الخاصة عن المفقودين تنعكس في الأرقام الرسمية. ومن الصعوبة بمكان البحث عن جثث في الحطام وسط القصف المتواصل وتبادل إطلاق النار والغارات الجوية، وفي بعض الأحيان تكون عملية البحث صعبة نظراً للمسافة البعيدة التي تفصل أفراد العائلة الذين غادروا بحثاً عن أماكن آمنة. وتظهر الصور التي جاءت من غزة رغبة العائلات في استعادة الموتى يوماً ما، فقد كتب على بناية مدمرة عمر الرياتي وأسامة بدوي تحت الأنقاض. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. مشاهدينا الكرام في الوطن العربي، يمكنكم متابعة بثنا على مدار القمر نايلسات على التردد 10727 الاستقطاب أفقي، كما يمكن لمشاهدينا في الأناضول والقارة الأوروبية استقبال بثنا على القمر تركسات 3A على التردد 12729 الاستقطاب عمودي. تكرر وكالات الأمم المتحدة أن الأوضاع في قطاع غزة وصلت إلى مرحلة تهديد حياة عشرات آلاف الأطفال خصوصا والسكان عموما، مطالبة بوقف فوري لإطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات الغذائية والإنسانية الكافية من دون قيود أو شروط.
يقول مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأممي إن الناس في غزة خاصة في الشمال يعانون مستويات مروعة من المرض والجوع، وإنه مع اقتراب غزة من المجاعة أكثر من أي وقت مضى يتعين علينا أن نغمرها بالمساعدات، مؤكدا أن عناصره يمنعون مرارا من القيام بعملهم خاصة في الشمال المحاصر، كما أن المخاطر الأمنية والقصف المتواصل وانهيار النظام المدني والقيود المفروضة على الوصول تعرقل الاستجابة الإنسانية بدورها. حذرت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة من أن كل دقيقة تمر تخاطر بوفاة طفل جديد جوعا في قطاع غزة، في حين أن العالم يتفرج وأن المجاعة وشيكة في شمالي القطاع والأطفال يتضورون جوعا حتى الموت. نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. رمضان صعب كثير، يعني أصعب من هيك ما شفنا. كان قبل كان أحسن، هلأ الوضع كثير مأساوي. يعني أبسط شغلة هلأ أنا عم بطبخ على الصوبة مثلا، ما فيني أمن جرة غاز. في كثير صعوبة، يعني اولادي كلهم صغار، يعني اذا ابن الكبير عمره 11 سنة هذا شو بده يشتغل؟ بده يدرس ولا بده يشتغل ولا بده يتعلم؟ شو بده يشتغل؟ هلا ابني عمره 9 سنين شاف الاكل هيك، راح هلا على الحاويات اجلك الله بلقط بلاستيك وما بعرف عنه شيء على الطريق العام. يا هل ترى صار معه شيء لا سمح الله؟ بس لا حول ولا قوة، يعني اصعب من هيك ظروف ما في. ولد صغير عمره 9 سنين عم يشعر بالوضع اللي انا فيه، لانه عن جد وضع يعني اصعب من هيك ما في. يعني وصلنا لمرحله انه ما عاد قدرنا الا نامن خبز ولا اكل ولا شيء. كرمضان كثير الوضع مأساوي، يعني كل شخص يا دوب يطلع الفطور ويفطر. يعني هلا بنفوت على الخيم بعض الاشخاص، في ناس يعني عندها التمره وسكبه اللبن وشويه رز. نلقاكم بإذن الله.